مشروع تطوير منظومة إعداد الرياضيين، حلقات مترابطة لإعداد الرياضيين لتحقيق الإنجازات الدولية بالشراكة مع الاتحادات واللجان الرياضية. يتضمن مجموعة من البرامج الفرعية التي تحقق هذا التكامل، وهي مشروع تطوير منظومة إعداد الرياضيين، برنامج رعاية ودعم الرياضيين الواعدين، مراكز إعداد الرياضيين، برنامج إعداد وتأهيل الكوادر الفنية، برنامج متابعة الأداء الرياضي. أولاً، مراكز إعداد الرياضيين. الاتحادات واللجان الرياضية المستهدفة: اتحاد كرة الطائرة 4، اتحاد كرة السلة 13، اتحاد ألعاب القوى 4، اتحاد الهوكي 4، لجنة المبارزة 1، لجنة التايكواندو 2، اتحاد الدراجات الهوائية 2، لجنة البولينج 1. ثانياً، نظام متابعة الأداء الرياضي يتمثل في موقع إلكتروني لمتابعة الرياضيين. تحصل الوزارة والاتحادات واللجان الرياضية من خلاله البيانات حول توزيع ممارسة الرياضات على المدن. يتضمن الموقع الإلكتروني سجل لكل رياضي يتضمن تاريخه الرياضي ويتم تحديثه خلال فترات زمنية، سجل بالمراكز التدريبية المعتمدة من الوزارة، سجل بالمدربين ومؤهلاتهم وخبراتهم ومواقع عملهم، بيانات متابعة تطور الرياضيين بناء على الجرعات التدريبية، سجل الإصابات للرياضي والتقارير الطبية، تقارير وبيانات حول مواقع ممارسة الرياضة في السلطنة والمؤشرات البدنية للاعبين في مختلف ولايات السلطنة. ثالثاً، برنامج دعم ورعاية الرياضيين الواعدين يتمثل في الشراكة مع الاتحادات واللجان الرياضية لضمان بيئة ملائمة لإعداد الرياضيين الواعدين المؤهلين لتحقيق الإنجازات الدولية للسلطنة، وتتكون من التجهيزات والمرافق والأدوات الرياضية للتدريب المتطور والحديث، الكوادر الفنية العالية المستوى والمتخصصة، المشاركة في المعسكرات الداخلية والخارجية والمسابقات والمنافسات الدولية من المستوى العالي، المتابعة العلمية والنفسية والطبية وتغذية الرياضي، الدعم المادي المباشر للرياضي. رابعاً، برنامج إعداد وتأهيل الكوادر الفنية. يتضمن البرنامج الشراكة مع الاتحادات واللجان الرياضية في حصر المدربين العمانيين بالاتحادات واللجان الرياضية، وضع نظام لتصنيف المدربين المحليين ومتابعة التطوير في مستوى الخبرات والتأهيل، وضع برنامج تدريب لتأهيل المدربين الوطنيين بدورات تدريبية تخصصية وذات مستوى عالٍ.